علماء حكومة، هنا مشايخ حكومة، على أي حال. طيب تفضل أخونا اللي حي الله خالد، حي الله خالد. لحظة تفضل أخونا، تفضل أخونا الثاني اللي كان دورك المستشار. بس مقاطعة واحدة بس، انزل انا من البث، بس بدي اسمعك واقاطعك، بدي اسال هالسؤال بس لاخواننا الموجودين. اول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، فردا فردا، المحبين والمغالين والباغضين. بدي اسالكم سؤال، السيدة عائشة واخوها عبد الله واخوها محمد، بس عندي سؤال، مين الذي قتلهم؟ من الذي قتل السيدة عائشة ومحمد بن ابي بكر واخوه عبد الله؟ وشكرا، ممنونكم جميعا، وبعتذر اني طلعت عن النص حج وعد وطلعت عن السؤال. لا ما مش مطروح بالحلقه، وانا تسمح لي اجاوب يا حج؟ نعم. من قام بقتل هؤلاء هو معاويه بن ابي سفيان، واعتقد ان يا حج اليوم دوري ان انا اعلن استبصاري على قناتك يا مباشره. انا الحمد لله اهتدينا الى الدين الصحيح بعد 55 سنة من التضليل والكذب، ولكن الحمد لله كشف الله بكم الغمة وأزال الهمة ورفع الهمة، فالحمد لله على كل حال. يا الله جزاكم الله ألف خير يا حاج. أحببت أنه أنا أعلن استبصاري، أنا الحقيقة ما كنت أبغى أعلن، ولكن أبغى أدعي لكم دعوة وأمنح الأجر حق الاستبصار هذا لكم ولكل القائمين من الإخوان فردا فردا، لعل الله يجعلنا في شيعة فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام، هي وأبيها وبعلها وبنيها إن شاء الله. والله فاجأتني، الله يبارك بيك، والله يفرح قلبك، وسأل الله نجاح. أخوك أحمد، أخوكم، السلام عليكم، أخوكم أحمد عمر من المدينة المنورة. نتشرف بيك يا أستاذ، اللهم صل على محمد. طيب الآن مستعد أنه تكون ويا سيد ميثم وتعلن الشهادات الثلاث؟ يا الله نعم بكل تأكيد. يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نتشرف بإعلان الاستبصار على هذه القناة وعلى يد أشخاص أخيار مثلك أنت والسيد ميثم والسيد أحمد الإمام يعني، وأبو كريم وأبو يوسف، نقول لكم كل الاحترام يا حجوة. اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب العالمين. يا الله يا الله، ونقول لسيدة الزهراء عليه السلام، هذه بضاعتنا يا زهراء، هذه بضاعتنا يا زهراء. الحمد لله على هذه النعمة التي حفنا الله تبارك وتعالى أن أخوة من قبيل الأخ أحمد يشاهدون هذه القناة وتأثرون بالقناة. والله فاجأني، لأن هو الأخ أنا أدري بي يعني حتى من اللهج، لكن الحمد لله رب العالمين. وسيد ميثم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا خير آخر ساقه الله لك سيدنا الحبيب، تفضل بالصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وجودكم حجينا العزيز، أخونا العزيز، الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. تسمعني؟ نعم يا سيد. الله يبارك فيك ويحفظك ويطول عمرك ويوفقك إن شاء الله. قل معي أشهد أن لا إله إلا الله، قل معي أشهد أن لا إله إلا الله، لا شريك له، وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله، وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهم المعصومين بالحق حجج الله، وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهم المعصومين بالحق حجج الله، ووالي أولياءهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم، ووالي أولياءهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. أحسنت، وفقك الله، هنيئا لك. أريدك بس تدعو معي هذه الدعاء، اللهم لا تخرجني من هذه الدنيا إلا وأنت راض عني يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجني من هذه الدنيا إلا وأنت راض عني يا أرحم الراحمين. اللهم إني أتولى محمد وآل محمد عليهم السلام. اللهم إني أتولى محمد وآل محمد عليهم السلام. اللهم لا تفارق بيني وبينهم طرفة عين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفارق بيني وبينهم طرفة عين يا أرحم الراحمين. ببركة الصلاة على محمد وآله المعصومين.
ببركة الصلاة على محمد وآله المعصومين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. الله يجزاكم الله خير يا حاج. الله على والديك. اللهم اجعل أجر آل الحاج وعد والسيد ميسم والأخ أحمد الإمامي والأخ أبو كريم ولكل من عرفت ومن لم أعرف من أخوان الشيعة. جزاكم الله خير على حسن استقبالكم لنا يا سيدي. والله يعني ساحتك غنية وأنت شخص غني بالعلم وكلكم أغنياء بالعلم، فنرجو يعني عدم تغيير أي منهج من المناهج أو الطرق أو الأساليب اللي بتستعملها الآن، فهي فعالة 100%. يعني أنا أؤكد الكلام ده، أنا أعرف أنه سمعت الأخوان ينتقدوا بعض طرقك ورحابة صدرك، ولكنك على الدرب الصحيح يا حاج وعد. يعني لا تغير أي شيء، أنت بأسلوبك هذا يعني جذبت الطيور الطائرة في السماء لتقع على مركز علمك وعلى مجلسك، فجزاك الله عنا كل الجزاء وجزاك خيرا عنا وعن أهل البيت الطيبين الطاهرين أجمعين يا رب العالمين. الله شكرا لك يا حمد. الله يرحم والديك وجزاك الله خير دعاءك، أرجوك ما تنسانا بالدعاء. ورحب كذلك بقيتين برضو بقيتين إن شاء الله نستقبل أبو أديب عمار ان شاء الله. ان شاء الله حي الله الاخوان ابو عائشه، وانا اتوقع انه معاويه وابو عائشه وابو اديب، واتوقع ان شاء الله في القريب العاجل، لانه خلاص يعني فقدوا كل القروض حقتهم، والحاج وعد اثبت كل الاثباتات، ما اعتقد انه لهم اي طريق اخر الا طريق الاستبصار. يا الله، الله يا الله ان شاء الله على والدي، اجعلهم يفخرهم لك ادوات ان شاء الله يا حاج وعد، يدافعوا عنك هذول اللي ضدك الان. الله يبارك فيك مولانا، رحمه الله على والديك. لا تنساني من دعائك علي حبيبي، ما تنساني من دعائك. الله يوفقك ان شاء الله كلكم اخواني الحاضرين والغائبين، لكم ان شاء الله في الصلاه أخ احمد خير الدعاء. اخ احمد بالله عليك في هذا اليوم المبارك وهذا الاعلان الطيب، بالله عليك انه ما تنساني انا والكادر والسيد وسماحه الشيخ واحمد الامامي وابو كريم وابو يوسف وكل القائمين على القناه، الله يرحم والديك ما تستنى بالدعاء، لأنني أعتقد أن أبواب السماء مفتحة. أسأل الله أن يتقبل منك، ورحمة الله على البطن إن شاء الله اللي حملتك. أدعيلكم في الروضة الشريفة في الحرم النبوي يا الله. حاج إن شاء يا الله. أحمد أحمد بالذات حج وعد، أدعيله دعوة طيبة. الله يحفظك رحمة الله. ما يحتاج توصيني، ما يحتاج توصيني إن شاء الله بإذن الله. الحقيقة أنا كان في كتاب اسمه التجسيم للدكتور صهيب الصقار، نعم، وكان هذا الكتاب وقراءة لهذا الكتاب كانت السبب الرئيسي لخروجي عن مذهب الوهابية والسنة ورميه في الزبالة تماما، فكان يعني لي عظيم الأثر كتابة التجسيم للدكتور صهيب الصقار، لأنه أوضح كثير من الحقائق الغائبة عننا كانت، فجزاء الله عندنا خير كمان يعني لحسن تأليفه لهذا الكتاب. جزاكم الله خير. اللهم ربي وفقكم، شكرا لكم ورحمة الله على والي. أجدد الترحيب بسماحة الشيخ علي المحسن، حياكم الله شيخنا الحبيب. حياكم الله شيخنا العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ ما عنده صوت. شيخنا ارفع الميوت، ارفع الميوت، الله يبارك لي. حياكم الله حجينا العزيز، الله يرحمكم. الله شيخنا العزيز، حياكم الله، منور منور، حياكم الله. استغفر الله، حصل ظرف طارئ، لكن الان عندنا تقريبا 24 دقيقه 23 دقيقه. شيخنا تفضلوا، احنا نستمع لكم، بارك الله فيك. الله يحفظكم. الله شيخنا مرحبا بكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله. سيدنا العزيز سلم الله.